كانت الوالدة من أوائل الكويتيات اللي بلشوا بكتب الطبخ. أنا كان وايد جذبني الموضوع تجاهها شيء، وشان أمي تبتكر وتسوي وتجيب المصورين ويصورون، يعني وايد كان يجذبني الموضوع الطبخ والابتكار هذا. كان كنت عايشة ببيئة كلهم يحبون الطبخ، جذبني الموضوع وايد. بعدها فتحت أكاونت بالإنستغرام وبديت أطبق الأشياء اللي تسويها أمي بالكتب الطبخ، لين اكتسبت الخبرة من أمي. بدينا بهوم بزنس كأي بداية، سميناه طبعا حوش الحجية. اخترنا الاسم، كان أمي وايد حابة أن تخلي الاسم الكويتي عريق يذكرنا بالماضي وقعدتنا مع الحجية قبل. فتحنا أول فرع لنا بعد الهوم بزنس بسنة، وكان الفرع وايد صغير، حاشتنا فيه وايد صعوبات، المطبخ كان وايد صغير. بعدها توسعنا بفرعنا الحالي مجمع دستوري. احنا كنا حريصين جدا ان نختار العماله اللي تقدر تضبط الجوده اللي تبيها الحجيه، انه يكون مثل اكل البيت والنظافه كنا وايد حريصين عليها. واللي يميز حوش الحجية ان كل المنتجات اللي تطلع من عندنا تكون بشرافنا، ودقيقين جدا بالمكونات اللي نختارها، نختار من اعلى المنتجات والمكونات عشان تطلع بشكل ارضاء الناس بشكل مطلوب. احنا بين فترة وفترة ننزل منتجات جديدة، طبعا لما شفنا ان الشيء اللي نشرنا واللي كانت بصمتنا غربت الجوز بالكراميل، بدينا نطلع نكهات مختلفة منها مثل الرهش والفستق والبينت. بعدها قمنا نطلع أشياء مختلفة من الموالح مثل خبز بدون وخبز رقاق، نطلع يعني أول بأول نشوف شنو رغبات السوق، شنو اللي يبونه الناس. حوش الحجية ما كان مجرد مشروع، حوش الحجية قدم لي أكثر من كذي. حوش الحجية أعطاني ثقة بالنفس، خلاني أقدر أتكلم مع الناس، أتواصل مع الناس، أعطاني حس الابتكار، قمت أبتكر أكثر، أسوي أكثر، أنجز أكثر بحياتي. من المعوقات اللي واجهتنا بتأسيس المشروع هي اختيار الأثاث والديكور. خذ منا وايد وقت ان ننقي الأثاث، لأن ما كنا لاقين أحد يقدر يوصل لنا الفكرة اللي احنا نبيها بالديكور، فاخترنا احنا شيء من كل شيء من مكان، وكان في وايد لويا باختيار الديكور. وشيء الثاني اختيار العمالة المناسبة، ما كنا قادرين نلقى العمالة اللي تقدر توصل لنا الجودة المنتجات اللي احنا نبيها والنظافة اللي نبيها وبالطابع الحس الطعم الكويتي اللي احنا نبيه. كل مواطن يقدر يوصل للعالمية بطريقته، بس يحتاج خطوة بداية، يحتاج انه يبدي لو فكرة صغيرة ويكبرها. طبعا احنا كحوش الحجية مقررين ان شاء الله قريبا انه نفتح فروع برا الكويت، طبعا بدايتنا راح يكون بالخليج ان شاء الله، لين نتوسع برا. البيئة اللي حولي والناس اللي حولي هم اللي شجعوني اني اقدر اوصل لاني افتح محل، ولا بدايتي كانت كأي بداية هوم بزنس، لكن تشجيع وإصرار أهلي وإصرار أمي إني أكمل وأوصل لإني أفتح محل وأتوسع إن شاء الله بعدين، هذا اللي خلاني أعطاني الدافع إني أقدر أكمل. طبعًا أنا لما بلشت بالهوم بزنس حاولت إني أنظم وقتي بالبداية، إني أدمجه بين الدراسة وبين الشغل، بين إني أقعد أبتكر أشياء جديدة بالمطبخ، بين إني أدش دورات.
طبعا كل وقت فراغ عندي، اي وقت بريك بالجامعه لازم اي المحل واشوف شنو النواقص شنو مو ناقص شنو يحتاجون. طبعا اقعد اطلع اشياء جديده واسوي اشياء جديده واشوف شنو الرغبات اللي اكثر شيء الناس او الكاستمرز حابينها واطورها باشياء افضل واحسن. انصح كل شاب وشابه كويتيه لو من عمر صغير انهم يبدون بالفكره اللي عندهم ويبدون يطورونها مع الايام، ما يبي الا سنه ولا سنتين عشان تحصلون حق اللي تبونه. انا بديت من عمر حيل صغير، لكن تشجيع اللي حولي هو اللي خلاني اكمل واوصل حق اللي انا ابي اوصل له. بفضل رب العالمين فتحت اول فرع اللي هو الحين بالجامعه ذا ستوري، وقدرت اني اكمل فيه واطور اول باول واطلع منتجات جديده اول باول.